طيب خلينا نروح للاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. يا استاذ ناجي ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا بيك يا كابتن، اهلا وسهلا. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. انت بالصحه والسلامه. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال يعني في اجتماعه مع المستشار الالماني، لو انتوا عايزين تشوفوا الشعب المصري وموقفه ممكن تلاقي المصريين كلهم في الشارع. نعم، وكأن الشعب المصري ما صدق كلمات الرئيس ونزل بالملايين في الشوارع المحروسة من أسوان إلى دمياط، في جامعات مصر المختلفة، أحزاب مصر السياسية، نقابات مصر المهنية والعمالية، منظمات المجتمع المدني، كلها نزلت لكي تقول للرئيس نحن معك في كل خطواتك التي تقررها حفاظا على الأمن القومي المصري وحفاظا ايضا على القضيه الفلسطينيه ومنع تصفيتها. دور الاحزاب السياسيه الفتره الجايه هيكون ازاي؟ في ظهر الدوله المصريه. في وقت الخطر والتحديات الكل في واحد، الكل خلف الدوله، الكل خلف مؤسسات الدوله، الكل خلف رئيس الدوله. الخطر يحدق بنا، الخطر كل الخطر تتعرض له القضيه الفلسطينيه اللي هو الرئيس السيسي عاد احيائها من جديد بتلك المواقف الواضحه والحاسمه التي اتخذها منذ 12 يوم منذ اندلاع الازمه، والتي كشف فيها صفقه القرن وكشف فيها الاهداف الخبيثه والشريره وراء خطه نتنياهو في اجبار ودفع الغزاويه الهروب من المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي والاتجاه نحو الجنوب من اجل تفريغ غزه من سكانها، وايضا بعد ذلك تفريغ الضفة الغربية من سكانها وتصبح فلسطين اللي هي تبقى تصبح اسرائيل ودولة يهودية فقط. هذا المخطط كشفه بوضوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك وضع النقاط على الحروف وجعل العالم كله امام مسؤولياته. اللي انت لو حضرتك يا كابتن يعني تجولت في مواقف الدول الغربية وحكمتها، لانه في اليوم الاول لهذه الهجمة الوحشية ضمنهم وانهزم اسرائيل بدأت نتيجة مواقف مصر المختلفة ونتيجه اتصالهم برئيس مصر ومجيئهم الى القاهره يتراجع بعض الشيء. كلمات المستشار الالماني النهارده مختلفه عن في بدايه الازمه، وكذلك كلمات وزير خارجيه فرنسا بالامس، وكذلك وزير خارجيه امريكا عندما استمع لكلمات الرئيس السيسي اللي اذاعها على هو مباشره خرج ولم يتحدث الا على سلم الطياره. حتى النهارده بايدن النهارده اختلف كلامه عما كان في بدايه الزياره، اعلن ان هو سوف تمر المساعدات المصريه الى غزه عبر رفح. أيوة. واعلن انه سوف يتبرر القضيه الفلسطينيه الغزاويه 100 مليون دولار، وقال لابد من حل الدولتين، نفس الموقف الذي اعلنه الرئيس السيسي والذي من اجله كانت دعوته لاقامه قمه اقليميه دوليه في القاهره تاتي فيها العالم، الدول الاقليميه المؤثره، دول العالم المؤثر، ده لكي نوقف العدوان الاسرائيلي الوحشي على اهلنا في غزه، ولا لكي نوصلهم المساعدات. كل هذا الكلام سوف يتم، ولكن لكي يبحث اسباب المشكله ولكي يوجد حل جذري لها هو اقامه دوله فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعلى مناطق القدس الشرقيه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بشكرك شكرا جزيلا.